برأيك ما هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي بين القوات الاتحادية والبيشمركة بحضور التحالف الدولي؟ تحية طيبة أستاذ حيدري، تحية لمشاهدي قناتكم الكرام. بعد سنوات من الاجتماعات وتشكيل عدة مراكز لتنسيق المشترك الستة، واحد في رئيسي في بغداد ورئيسي في أربيل والآخر في غرب الموصل ومخمور وكركوك وخانقين، الآن بدأت سلسلة اجتماعات. اليوم كانت في سليمانية، غدا اجتماع آخر بحضور مستشار الأمن القومي العراقي سيكون في أربيل أيضا. الغاية منه هو استمرار التنسيق لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها. الآن تم تشكيل لواءين من البشمركة لواء 20 ومن الجيش العراقي لواء 66. كانت هناك معضلة على مدار السنة هي بعملية التموين والإمرة. اتفق الجميع على أن تكون الإمرة مشتركة ما بين الاثنين، وأيضا هم الآن بانتظار إقرار الموازنة لتعديل رواتب لواء 20 البيشمركة بأقرانهم من لواء 66، وانتشارهم سيكون تحديدا في الأماكن الرخوة على امتداد الحدود الإدارية أو المناطق المتنازع عليها. وهذه المناطق هي أيضا في الموصل وفي صلاح الدين وكركوك وإديالة. هذه المناطق يجب مسكها بقوة لتفويت الفرصة لمجرمي داعش باستخدامها لضرب الطرفين، سواء القوات الاتحادية أو حتى قوات البيشمركة. الاجتماعات بددت نقطة رئيسية هي عدم الثقة التي كانت غير متوفرة مع الجانبين. الضرورة القصوى لإنهاء تنظيم داعش وهذه العمليات الإرهابية أدى إلى هذا الاجتماع مخرجات جيدة. ننتظر أن تستكمل باجتماع الغد في أربيل بإذن الله. نعم. طيب سيد أعياد، هل لديك فكرة حول تسليح هذين اللواءين؟ هل سيكونان لواءان مجهزين يعني بما يحتاجان بالفعل لضبط هذه المناطق الرخوة؟ سؤال جيد سيد الحيدري. نعم، تسليح وتجهيز وصرف الرواتب والأرزاق سيكون على مسؤولية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع العراقية، التي هي من تقرر قيادة هذه وترتبط مركزيا هؤلاء اللواءين 20 بيشمركة و 66 جيش العراقي ارتباطا مباشرا بقيادة العمليات المشتركة. هنا من سيكون الضامن لسير العمليات والمساعدة في التجهيز والتسليح ستكون من قبل قوات التحالف وخصوصا أو تحديدا الجيش الأمريكي. نعم سيد عياد، يعني من خلال خبرتك، ما هي أكثر المناطق يعني قلقا بالنسبة للقوات الأمنية العراقية سواء كانت اتحادية أو بيشمركة حتى الآن؟ يعني أين ينشط التنظيم في هذه المناطق؟ يا سيد العزيز، الحدود الإدارية أو المتنازع عليها تبدأ من المثلث العراقي السوري التركي، تحديدا مخفر النهر في منطقة سحيلة وصولا إلى خانقين. المسافة كبيرة، أكثر من 500 كيلو. المناطق الخطرة والوعرة هذه الحدود مرات تكون إلى مسافة 300 متر و 400 متر، وبعضها يتسع أكثر من 15 إلى 20 كيلو، فيها من الوديان ومن الجبال والمغارات والكهوف، الأشياء الكثيرة. هذه الحدود التي تكون مسافات بعيدة هي مناطق خطرة، وخصوصا اتجاه صلاح الدين طوس خرماتو نزولا إلى كركوك ومنها إلى ديالة. نعم. هذه المناطق كلما اتسعت كلما كان إلقاء المسؤولية على الجانبين هو وعدم الثقة كانت نتائجه كارثية على الطرفين. الآن هذه المناطق خصوصا المتسعة وذات التضاريس الغير واردة هي هذه من تكون المسيطر عليها فعليا.